السلام من الله عليكم ورحمه الله وبركاته مشاهدينا الكرام اينما تكونوا، واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامجكم اليومي الصحافه اليوم، وهذه جوله سريعه في ابرز ما طلعتنا به بعض الصحف العربيه والمحليه من قضايا وعناوين خاصه بالشان اليمني. البدايه من وكاله الثاني من ديسمبر وفيها نقرا: اختلطت الدماء بالأشلاء، مجزرة حوثية بحق 9 مدنيين من أسرة واحدة جلهم أطفال جنوب الحديدة. قائد المقاومة الوطنية: أبلغنا الصليب الأحمر استعدادا مشتركا لإطلاق الفوري لكافة الأسرى مقابل التزام حوثي مماثل. إنسانية المقاومة الوطنية تطلق السبت مشروع كسوة العيد ل10,000 طفل في الساحل الغربي. تحرير مواقع من ميليشيا الحوثي شرق الجوف وتكبدها خسائر كبيرة غرب مأرب. إلى وكالة خبر: مجزرة حوثية بحق 9 مدنيين من أسرة واحدة جنوب الحديدة. المشتركة تحسم اشتباكات ضد ميليشيات الحوثي في قطاع كيلو 16 في الحديدة. الجوف: قوات الجيش ورجال القبائل تحرز تقدما جديدا في هجوم واسع على مواقع شرقي مدينة الحزم. وكالة الأناضول: الحرس الثوري الإيراني أرسل مرتزقة سوريين إلى اليمن للقتال في صفوف الحوثيين. مأرب: قصف مدفعي استهدف مواقع وآليات حوثية في جبهات مديريات مدغل وصرواح. الفلكي اليمني أحمد الجوبي يقول إن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام هو يوم الخميس المقبل. في صحيفة الشارع نطالع: واشنطن: الحوثيون فوتوا الفرصة لإثبات التزامهم بالسلام. الجوف: تقدم ميداني للقوات الحكومية في جبهة العلم شرقي الحزم واستعادة كميات من الأسلحة والذخائر. عملية عسكرية للتحالف في صعدة: مسلح مجهول يقتل شخصين بالقرب من نقطة أمنية وسط مدينة سيئون. منظمة العفو الدولية تقول على الحوثيين وقف خطة فحص عذرية الممثل انتصار الحمادي وإطلاق سراحها. في موقع عدن الغد: تدشين المنحة الأولى من منحة المشتقات السعودية لمحطات كهرباء عدن. حضرموت: قيادة الملتقى الوطني لأبناء تريم تطالب بفرض حلول بيئية سريعة لتفادي أمراض ما بعد كارثة السيول. في موقع نيوز يمن: سباق حوثي محتدم في جبهة الجبايات، استقطاع مزدوج وتحصيل تعسفي للزكاة. مقتل قائد غربي المشجح وأسر قائد جبهة نهم في مأرب. منظمة العفو الدولية: الحوثيون يعذبون انتصار الحمادي ويخضعونها لفحص عذرية قسري. باعوا الأرض والعرض والسيادة، إيرلو كشف حقيقة الحوثيين. إلى بعض الصحف العربية الصادرة هذا اليوم وعناوينها الخاصة بالشأن اليمني، والبداية من صحيفة الشرق الأوسط: ليندر كينغ قال إن كلامهم يناقض أفعالهم بالتصعيد في مأرب. واشنطن: الحوثيون أضاعوا فرصة كبيرة برفض لقاء جريفيث. وفي ذات الصحيفة: بوادر خلاف بين الحوثيين ومارتن جريفيث، وواشنطن تعتبر أنهم فوتوا فرصة. ليندر كينغ عاد بعد جولة الأيام الثمانية وشدد على ضرورة وقف الهجوم على مأرب. انقلابيو اليمن يحشدون عسكريا بالتوازي مع تقويضهم مساعي سلام. اليمن: تسابق انقلابي علني على تجارة الوقود في السوق السوداء. اتهامات للجماعة باحتجاز الناقلات ومضاعفة معاناة السكان. إلى صحيفة العرب اللندنية وفيها: ممثل الحرس الثوري في صنعاء يستكمل السيطرة على قرار الحوثيين. تزايد نشاط حسن إيرلو في صنعاء مؤشر على تنامي نفوذ إيران داخل الجماعة الحوثية. في القدس العربية: اليمن الرئاسة تعلن استعدادها لمفاوضات مباشرة مع الحوثيين. في سبوتنيك الروسية: وزير الإعلام اليمني يجدد التحذير من إحدى أخطر كوارث التلوث البيئي في التاريخ. الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع في الجوف وإسقاط طائرة للحوثيين في مأرب. واشنطن: الحوثيون أضاعوا فرصة كبرى برفض لقاء مبعوث الأمم المتحدة. في صحيفة الأهرام المصرية: الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي في معارك بمحافظة مأرب. وفي صحيفة المدينة السعودية: لرياني العجز الأممي عن معاقبة ميليشيا الحوثي دفعها للتلاعب بملف صافر. أما في البيان الإماراتية: ميليشيا الحوثي أضاعت فرصة كبرى للسلام وفاقمت الأزمة الإنسانية.
وفي صحيفة الاتحاد، إرهاب الحوثي يضع مؤتمر المانحين في مهب الريح. وفي ذات الصحيفة، سيناتور أمريكي: استيلاء الحوثيين على مساعدات الأطفال أمر مروع. وأخيرا في الإمارات اليوم، عملية عسكرية نوعية للمشتركة في تخوم إب، مقاتلات التحالف تستهدف موقعا حوثيا في كتاف صعدة. بين البريق والنور، كتب الدكتور محمد جميح: أكبر خيانة للقضية المقدسة أن تتبناها الأنظمة والجماعات المدنسة. أعظم إساءة للقدس أن يتشكل باسمها فيلق إيراني دمر 4 دول عربية في طريقه الذي لن يصل إليها لأنها ليست وجهته. إنه يوم الخميني لا يوم القدس، وبين الخميني والقدس بعد المشرقين فبئس القرين. لن يكتب لتجار المقدرات واللصوص وقطاع الطرق ومشعلي الحروب الطائفية شرف نصرة القدس، والذين يفجرون مساجد اليمن ويرقصون ويمضغون القات فيها لن يهتموا للأقصى إلا مثلما يدعي الأعور الدجال بأنه المسيح المنتظر. لا تنخدعوا بالبريق، البريق يعمي الأبصار والنور وحده يفتح البصائر. ثبات البصائر يكون بتفريقها بين البريق والنور. لم يخسر الفلسطينيون طول تاريخهم قدر ما خسروه بتبني إيران وميليشياتها لقضيتهم. ورغم خسارة الأرض ظلت القضية حاضرة، لكن استثمار إيران في بنك فلسطين حول القضية إلى كاش سياسي في يد طهران وخسارة أخلاقية لقضية رابحة. لا تعني تلك الكلمات بالطبع الدفاع عن المواقف العربية تجاه فلسطين بقدر ما هي محاولة لإيصال حقيقة مفادها أن طروادة دمرها حصان خشبي ظنته دعما لها قبل أن يخرج الجنود من بطنه ليدمروا المدينة التي ظنت أن نجاتها في الحصان فالتهمت النيران. ينسب للسيد المسيح قوله: من ثمارهم تعرفونهم، فيا كل الشعوب التي ذاقت ثمرة الشجرة التي زرعها الخميني كيف وجدتم طعمها؟ إذن بعد أن أعلن مارتن جريفيث فشل مفاوضات مسقط، الإدارة الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية خرجت بتصريح مفاده بأن الحوثيين أضاعوا فرصة كبيرة للسلام وأنهم أضاعوا صفقة كبرى كانت مطروحة على طاولة التفاوض. ما هي تلك الصفقة وكيف ترأى الإدارة الأمريكية المخرج في اليمن؟ وأيضا لماذا رفض الحوثيون تلك الصفقة ولماذا رفضوا حتى مقابلة مارتن جريفيث؟ لمناقشة هذا الموضوع يسرني أن يكون ضيفي الأستاذ مطهر الريدة، الإعلامي والكاتب السياسي. أهلا بك أستاذ مطهر. أهلا وسهلا بك والمشاهدين الكرام. وأيضا سينضم عبر الهاتف الشيخ صلاح باتيس عضو مجلس الشورى. نبدأ النقاش بعد فاصل قصير. أستاذ طاهر، لو بدأت معك، عندما يتحدث الأمريكيون عن صفقة كانت مطروحة على طاولة المفاوضات في مسقط وأن الحوثيين أضاعوها، بداية كيف يمكن تخيل ما يمكن أن يكون قد عرض المجتمع الدولي على الحوثيين ورفضوا؟ أولا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام في الداخل والخارج. في البداية دعني يعني نوضح نقطة مهمة. أعتقد أن هذا الأمر كله عبارة عن مراوغة أمريكية بريطانية بالشأن اليمني وبالملف اليمني بهذا الشكل، لأن هذه التصريحات وهذه الدعوة من ضمن القيادة الأمريكية بتعنت الحوثي وعدم مقابلته لمبعوث الأمم المتحدة غريفيث، أعتقد أنه ليس بجديد. يعني أنتم الآن تدللون هذا الابن الذي أنتم ربيتموه وأصبح عاق عليكم، فأعتقد أنها عبارة عن مراوغة. الملف لا يوجد هناك أي ملف أصلا استطاعت الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي ولا حتى أمريكا بحله مع هذه الجماعة الإنقلابية الحوثية. للأسف الشديد نحن نظل في نفس الدائرة ونفس الدوامة، لم يستطع إخراجنا لا الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي من هذه الدوامة. فبالتالي يعني هذه التصريحات التي ذكرتها
الصحف وذكرها ليندر كينج في تصريحه أن هو كان بيان للخارجية الأمريكية بالضبط بالأمس. حتى بيان الخارجية الأمريكية بهذا الشكل هو عبارة عن يعني دغدغة لعواطف ونوع من الصراع ونوع من المماطلة الوقتية لإعطاء هذه الميليشيات نوعا من الوقت وفسحة من الوقت لكي يصلوا إلى مأرب ويحققوا أوهامهم الذي يعني يذكروها لأتباعهم في الداخل أننا سنعيد ونقضي العيد في محافظة مأرب لا أقل ولا أكثر. هي عبارة عن يعني نوع ضرب من الوهم لهذه الميليشيات بأنهم سيحققوا مآربهم في مأرب العصية، وفي نفس الوقت لا يوجد هناك أي ملفات أو حتى يعني نقاط أساسية تمنع هذه الميليشيات الحوثية من المفاوضات. الملف لا زال هو القديم، يعني فتح مطار صنعاء للرحلات المدنية بشكل علني، هو الآن مفتوح بشكل سري للحوثيين فقط، فتح ميناء الحديدة والاستيراد والتصدير من وإلى اليمن، ملف سفينة صافر التي الآن مهددة للمياه الإقليمية والدولية، إدخال المساعدات الإنسانية، وقف إطلاق النار على المحافظة مأرب. كل هذه الملفات ذكرها ليندر كينج في أول جولة له بعد تعيينه من قبل الإدارة الأمريكية لليمن ذكرها، والآن لازلنا في نفس الإطار وفي نفس الدوامة. ثم بعد ذلك تعلن الإدارة الأمريكية أن الحوثيين فوتوا فرصة، ما هي الفرصة التي يعني أتت؟ لماذا لم تطبقوا قرارات الأمم المتحدة 22-16؟ لماذا؟ هذه النقطة بالتحديد سأعود إليها معك، وما الذي يدار الآن ويطبخ ربما في مجلس الأمن حول القرار 2216، وهو عموما موضوع خطير للغاية. لكن دعنا نشرك معنا أيضا في هذا النقاش الشيخ صلاح باتيس عضو مجلس الشورى. أهلا بك شيخ صلاح. حياكم الله أخي العزيز، أهلا وسهلا. إذن بيان لوزارة الخارجية الأمريكية في الأمس قالت بأن الحوثيين فوتوا في مسقط فرصة كبيرة لصفقة كانت مطروحة على طاولة المفاوضات هناك، ما هي الصفقة تلك التي تحدث عنها الأمريكيون بأن الحوثيين أضاعوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي العزيز وأحيي أسرة القناة وأحيي كذلك ضيوفك الكرام وأخواتي المباركة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم، وتحية لكل أبناء اليمن الصامدين في وجه هذا الكهنوت وفي وجه هذه العصابة الإجرامية المدعومة من إيران التي تحاول إسقاط الجمهورية وتمزيق البلد وإدخاله في أتون حروب لا تنتهي. في الحقيقة لم يعد الشعب اليمني ولا حتى المراقب الإقليمي والدولي يثق بهذه الجماعة وبهذه الفئة التي مردت على التقلب والتلون والنقوص في كل المواثيق والعهود والاتفاقيات منذ دماج، يعني لو نتذكر منذ دماج والمبادرات تترى، ثم عمران، ثم حصار صنعاء، ثم إسقاط صنعاء، ثم الهجوم على عدن وتعز ومأرب والحديدة، كل هذه السنوات التي مرت على أبناء اليمن وهم يتابعون ويراقبون بل ويناضلون ويقدمون التضحيات في وجه هذه الجماعة وهذه الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، يعلمون جيدا أن المبادرات لا تجدي نفعا والفرص التي تتاح لهم لا تجدي نفعا، خاصة بعد أن وقع اتفاق السلم والشراكة. يعني أنا كنت حاضر في صنعاء وكنا نتابع عن قرب بنود هذا الاتفاق، ورأينا فيه تقديم اليمن على طبق من ذهب للحوثي وجماعته وللإيرانيين، ومع ذلك لم يقتنعوا ولم يكتفوا بتوقيع اتفاق السلم والشراكة، اليوم الثاني مباشرة يهاجمون بقية المحافظات. شخص على حتى فقط نغرق في التاريخ، لا يوجد ولا أعتقد أن هناك يمني لا يعرف هذه الحقيقة ومقر بها، لكن الإشكالية الآن ليست لدى اليمنيين، الإشكالية في المجتمع الدولي الذي ما يزال يرى أن هناك أفق للحل السياسي في اليمن وأن هناك إمكانية وفرصة للتعايش مع ميليشيات الحوثي وتوقيع اتفاقية سلام معها. منذ اللحظة الأولى والمجتمع الدولي، وخلينا نوصف القضية بشكل واضح، وهي الأمم المتحدة
ومبعوثها الخاص لدى اليمن دائما ما يتحدث عن حسن نوايا ومساعي لتوافق وإحلال سلام في أي بلد فيه صراع. خلينا نتحدث عن اليمن، عندما يتحدثوا عن حسن نية مع فئة لا تمتلك حتى الحد الأدنى من بوادر حسن النية في تقديمها لتكون هناك مبادرة لإحلال السلام أو هناك توافق سياسي أو عودة إلى العملية السياسية. لذلك نقول أنه الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى اليمن منذ المبعوث بن عمر وحتى المبعوث الحالي فقدت الثقة لدى أبناء اليمن، لأنهم لم يكونوا منصفين في توصيف الطرف المعطل والمعرقل لأي عملية سلام أو لأي مبادرة في طريقها للوصول إلى سلام دائم في اليمن. منذ مشاورات الكويت وجنيف واحد وجنيف اثنين واتفاقية ستوكهولم وغيرها من الاتفاقيات، كلها لم يصدر بيان واحد من قبل الأمم المتحدة ومن قبل مكتب المبعوث الخاص لدى اليمن يوصف الطرف المعطل والمعرقل لهذه الاتفاقيات والمبادرات السابقة. فكيف سيثق اليمنيون أو سنثق جميعا في أنه ممكن أن يكون للأمم المتحدة دور بإحلال السلام في اليمن ما لم يكن هناك توصيف حقيقي للطرف المعطل والمعرقل ودعوه يواجه الشعب اليمني بأكمله ويواجه المجتمع الإقليمي والدولي؟ لكن شيخ صلاح، في هذه النقطة بالتحديد، أن تعلن الإدارة الأمريكية والمبعوث الأممي بأنهم عرضوا على الحوثيين فتح مطار صنعاء، ميناء الحديدة، تخفيف قيود التفتيش على السفن، مزيد من الامتيازات للحوثيين، هذه شيء أشياء معلنة لكن وليست بالجديدة، لكن أن يتم الحديث عن صفقة، ربما قد يتساءل اليمنيون الآن ما نوع الطلب العرض الذي عرضه الأمريكيون والمجتمع الدولي ويعرضه اليوم لكي يسميه بالصفقة الأمريكيون؟ مهما كانت الصفقات ومهما كانت العروض التي تقدم للحوثيين من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الأمريكان ومن قبل البريطانيين ومن قبل المبعوث الأممي، يبقى الفيصل ويبقى الحكم ويبقى صاحب الكلمة الطولة وصاحب الكلمة الأولى هو الشعب اليمني. ولذلك أقول أنه الشعب اليمني اليوم ينظر إلى المعركة مع الحوثيين أنها معركة مصير، معركة نكون أو لا نكون، إما أن تكون اليمن عربية جمهورية موحدة ديمقراطية أو لا تكون، أو تتحول إلى جزء من ولاية الفقيه في قبضة فئة سلالية طائفية مناطقية عنصرية ستستعبد اليمنيين جميعا، لن تعترف بأحزاب ولن تعترف بتعددية سياسية ولن تعترف بنضالات الجمهوريين في ثورة سبتمبر وأكتوبر ولن تعترف بأي مرحلة من مراحل التغيير أو النضال التي خاضها اليمنيون. لذلك أخي العزيز أقول الحكومة اليمنية الشرعية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الله منصور هادي وحكومته الشرعية والبرلمان اليمني ممثل بهيئة رئاسة مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب وهيئة مجلس الشورى وأعضاء مجلس الشورى وكل أبناء اليمن في كل فئاتهم ومستوياتهم ومكوناتهم السياسية كلهم ضد أن يبقى مطار صنعاء مغلق وأن يبقى ميناء الحديدة مغلق وأن تبقى صنعاء بهذا الشكل وبهذا المظهر الذي أصبحنا نخجل عندما نتحدث عن جامعة صنعاء ونتحدث عن الحريات في صنعاء ونتحدث عن النساء في صنعاء ونتحدث عما يتعرض له من ظلم واستبداد من قبل هذه الجماعة. من السبب؟ يبقى السؤال هنا، من السبب لإغلاق مطار صنعاء؟ من السبب لإغلاق ميناء الحديدة؟ من السبب للحالة الإنسانية البائسة التي تعرضت لها وتتعرض لها المحافظات التي تقع تحت سلطة الحوثيين؟ هم الحوثيون، هم الذين فجروا الحرب، هم الذين بدأوا المعركة، هم الذين انقلبوا على مؤتمر الحوار الوطني، هم الذين انقلبوا على كل الاتفاقيات، هم الذين رفضوا الشرعية، انقلبوا حتى على شركائهم في يوم من الأيام وقتلوا علي عبد الله صالح وقتلوا عارف الزوكا وقتلوا كثير من رجال اليمن الذين فهموا الحقيقة ولكن في وقت متأخر. لذلك أخي العزيز أقولها بصراحة أن الشعب اليمني اليوم أكثر وعيا وأكثر اصطفافا وأكثر تمسكا بجمهوريته
ووحدته، لأنه يعلم جيدا أن هذه الجماعة ستضيع كل هذه الاستحقاقات وكل هذه المكاسب العظيمة التي حققها اليمنيون طيلة نضالاتهم السابقة. جميل، ابقى معي شيخ صلاح، سأعود إليك لاحقا. وهنا أعود إليك أستاذ مطهر الريدة، الحوثيون رفضوا مقابلة مارتن جريفيث في مسقط، مارتن جريفيث الذي ربما الكل يعلم ما قدمه للحوثيين وما زال يقدمه إلى حد اللحظة، لم يخرج حتى بتصريح يقول فيه أن أو يسمي الأشياء بمسمياتها ومن يقف معرقلا لجهود عمليات السلام. كيف تصف أنت رفض الحوثيين مقابلة مارتن جريفيث في مسقط؟ طبعا هو أعتقد أن الحوثيين يريدون مطالب أكبر من ما قدمه لهم غريفيث. غريفيث قدم أشياء كثيرة ودل لهم بشكل كبير جدا وقدم لهم التسهيلات، لكن الآن هو ديدن هذه الميليشيات الحوثية عندما تنهي مهمتها من شخص ما ويعني تأخذ ما تريده تزيحه، ثم تأخذ يعني شخصا آخر لكي يكمل المسيرة أو يكمل طريقها حتى تصل إلى ما تريده. أعتقد أن ميليشيات الحوثية حتى الآن يعني هناك بعض الأخبار تتداول ويريدون يعني إنهاء عمل غريفيث في اليمن وإنهاء قرار 22/16 وإسقاطه ووضعهم ك يعني قوة موجودة على الأرض وأمر واقع ولهم الحق في السلطة ولهم الحق أيضا في دخول مأرب. كل هذه الأشياء يعني أعتقد أنها يعني عبارة عن سقف، يرفعون سقف المطالبات لكي يصلوا إلى ما يريدوا. ويعني عدم لقائهم بغريفيث في عمان أعتقد أنه يصب في هذه الأشياء كلها، وهذه طبعا للأسف الشديد يعني أزمة استفحلت في اليمن، وكان يفترض أن دور الحكومة الشرعية هي بتر هذا الأمر. لو كنا يعني في فترة ما، في فترة زمنية ما، الآن يعني ضيفك الكريم يعني يتحدث عن أن الشعب اليمني والحكومة الشرعية والمجلس النواب ومجلس الشورى وكلهم يريدون حل لجذري ويريدون الهدوء ويريدون الاستقرار، مع من؟ هل الحكومة الشرعية أعطت أو أدت نوع من الأمان للمواطن اليمني لكي يكون في صفها؟ إلى هذه اللحظة لا زالت الحكومة الشرعية يعني غير جدية في 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 التعامل مع هذا الأمر، مع هذا الملف. لم يعد هناك أي نوع من الإحساس بالأمان مع أي وزير ومع أي رئيس ومع أي يعني رئيس وزراء في الشأن اليمني. للأسف الشديد نحن نتحدث عن أزمة لابد أن نجتث جذورها من هذه الميليشيا الحوثية، لابد أن نتحرك. المجتمع الدولي لن يعطينا حقه، المجتمع الأمم المتحدة لن تعطينا شيء، القرارات الأممية التي أبرمت واتفق عليها العالم واتفقت عليها كل الدول الداعمة لإيقاف الحرب لم يتم خطوة واحدة في تنفيذها في الشأن اليمني. فعلى ماذا يعني نتفق مع هذه الميليشيات الحوثية؟ ما هي يعني الخطط المستقبلية مع هذه الميليشيات الحوثية؟ ما لا يوجد لم يعد هناك أي بوادر أو أي حلول أخرى. حتى وإن كانت الأمم المتحدة الآن تبحث عن إسقاط أو إلغاء قرار 22/16 بهذه الكيفية أو قد ربما تصل الأيام القادمة إلى أن يصل سقف مطالبات الحوثي بإسقاط هذا القرار، ما هو القرار البديل لذلك؟ هو قرار سيكون جائر على المجتمع اليمني، هو قرار سيكون عبارة عن أن هذه الجماعة أصبح أمر واقع ولا بد لها من تقسيم ما يسمى بالكعكة اليمنية، وأصبحت عبارة ونحن أصبحنا عبارة عن عبيد لهذه، ولن ترضى أيضا هذه الجماعة بهذه القرارات إلا أن يصبح اليمن بالكامل تحت قبضتها للأسف الشديد. وربما يذهبون أبعد من ذلك. وأنا أعود إليك شيخ صلاح، ضيفي الأستاذ مطهر الريدة أشار إلى تصريح سابق لإحدى المسؤولين في الإدارة الأمريكية تحدث فيه عن
أن الولايات المتحدة الأمريكية ذاهبة إلى مراجعة القرار 2216، وأن هذا القرار ربما أصبح جزء من المشكلة ولم يعد جزءا من الحل. ما خطورة ذلك وأن يتم تبني قرار جديد؟ والقرار الجديد بكل تأكيد ربما المخاوف كلها بأن يتم الذهاب من أجل ترسيخ سلطة ميليشيات الحوثي. اسمح لي أخي الكريم أن أؤكد على ما قاله الأستاذ مطهر أخي الفاضل في حديثه حول أن الحوثيين كلما أعطوا شيئا طلبوا أكبر، لأنه أصبح الكل يعلم جيدا أنه لم يعد هدفهم اليمن فقط، حتى لو أعطيت لهم اليمن أكملها فهم يطالبون بأبعد من اليمن، يطالبون بمكة والمدينة، ويطالبون بالجزيرة العربية، يطالبون بباب المندب ومضيق هرمز، ويطالبون بأن يكونوا القوة العظمى كما يقولوا في الجزيرة العربية والحاكم الفعلي للجزيرة العربية. طموحهم يتجاوز الحدود، لذلك لا تنفع معهم المبادرات ولا تنفع معهم المواثيق ولا تنفع معهم بوادر حسن النية التي يسوقها أو يسوق لها دائما المبعوث الأممي. لم يعد ينفع مع هذه الجماعة إلا أمرا واحدا، وهو عملية الحسم واستعادة الدولة منهم واستعادة العاصمة منهم على طريق النضال الذي يقوده الجيش الوطني ورجال القبائل الشرفاء من أبناء اليمن والمقاومة الشعبية. فيما يتعلق بحديث المبعوث حول القرار 226، أخي الكريم، منذ متى اعترف الحوثيون بهذه القرارات أصلا؟ سواء كان هذا القرار أو غيره من القرارات مرضية لدى الحوثيين أو غير مرضية، هم أصلا لا يعترفون بالقرارات الأممية ولا يتعاملون معها، لا يعترفون بالمرجعيات الثلاث، لا بالمبادرة الخليجية وآلية التنفيذية، ولا بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. هم لا يعترفون. لكن ذلك شيخ صلاح، عدم اعترافهم لا يقلل من شأن هذه القرارات ولا ينقص منها شيء. ولذلك أقول أن الحديث عن القرارات سواء القرار 26 أو أي قرار يأتي بعده أو أتى قبله بما يتعلق بالمعركة مع الحوثيين لا يعني شيء. يعني أنا أقول أنه اليمن بشرعيته، وهنا أخالف أخي وأستاذي الأستاذ مطهر فيما يتعلق بحديثنا عن الشرعية مهما كان تفسيرها مهما كان ضعفها، نحن غير راضين تماما عن أداء السلطة الشرعية لا في سلطاتها التشريعية والرقابية ولا في سلطاتها التنفيذية، غير راضين، لا أنا ولا أنتم ولا أبناء الشعب اليمني حتى في المناطق المحررة. وأنا أتحدث من حضرموت، أقول أن حضرموت ينقصها الكثير من واجبات وفعاليات وحضور على الأرض من قبل السلطة الشرعية. لا يكفي أن تأتي الحكومة يوم أو يومين وهذا يعني أنها على مقربة من الشعب اليمني أو تقوم بواجبها، بلا شك نحن غير راضين عن أداء السلطة الشرعية، لكنها تبقى هي عمود الخيمة. وكما ذكر الدكتور عبد الكريم الأرياني رحمه الله دائما يقول لو لم يبقى في الدولة إلا عصا لتمسكنا بها. يعني يكفي أن تبقى الحكومة الشرعية واقفة، السلطة الشرعية موجودة، القرارات الأممية والمواثيق الدولية كلها والاعترافات من قبل دول العالم بأكمله بهذه السلطة الشرعية، يلتف حولها الشعب اليمني والصف ليستعيد جمهوريته وعاصمته ودولته حتى ننهي هذه الحقبة المظلمة التي فرضتها علينا هذه الميليشيا بدعم من إيران. ويبقى تفاعلنا وتعاملنا مع المجتمع الدولي ومع الأمم المتحدة ومجلس الأمن في التمسك باستحقاقات شعبنا اليمني في نضاله وتمسكه بحقوقه ومرجعياته الثلاث بلا شك خط أحمر، ولن يستطيع المجتمع الدولي أن يتجاوز الشعب اليمني بمكوناته هذه كلها. جميل، في هذه النقطة، في هذه النقطة أستاذ صلاح، في هذه النقطة، في هذه النقطة بالتحديد، ربما الحديث عن الشرعية وما قامت به من ربما أخطاء قد تكون فادحة وعلى رأسها مثلا اتفاق ستوكهولم، الدستور اليمني، المواثيق الدولية والقانون الدولي كله لا يمكن أن يقول لسلطة بلد شرعية بأن لا تحكم سلطتها على كامل التراب الوطني المعترف به دوليا. الشرعية البعض يقول بأنها فرطت كثيرا في سيادتها في سلطتها عندما وافقت على عدم تحرير الحديدة، عندما وافقت ووقعت على اتفاق ستوكهولم إلى حد اللحظة، ومع كل الهجوم الشرس الذي تعرض له مدينة مأرب، مع كل المراوغات التي يمارسها الحوثيون هنالك، لا تزال الحكومة الشرعية مصرحة وقائلة بأنها ملتزمة باتفاق ستوكهولم الذي يحرمها من بسط سيادتها على جزء مهم من التراب الوطني. 100% أوافقك تماما،
وقد أصدر عدد كبير من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وكثير من القيادات السياسية اليمنية والنشطاء على مستوى كل المكونات اليمنية طالبوا فيه الحكومة الشرعية وطالبوا فيه فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي أن ينسحب من هذا الاتفاق، لأنه يعطي فرصة لأن يركز الحوثيون قوتهم وحشدهم لإسقاط محافظة مأرب وإسقاط أي محافظة أخرى، لأنه يطمئن من أن القوات الموجودة في الساحل الغربي وحراس الجمهورية وألوية العمالقة ومقاومة التهامية وغيرها لن تتحرك التزاما بهذا الاتفاق. لكنني أقول أنه كل التصريحات حتى اللي صدرت من قيادة المقاومة التهامية ومن حراس الجمهورية ومن ألوية العمالقة ومن كل اليمنيين الذين يتمنوا أن يدخلوا الحديدة ويحرروها تفيد بأن هؤلاء لن يطول صبرهم. ولذلك أقول أن المجتمع الدولي لا يمكن. إذن أنت قلت أستاذ صلاح حتى لا نذهب إلى المجتمع الدولي، نحن الإشكالية الآن لدينا في الحكومة الشرعية. أنت قلت بأن مجلس النواب، البرلمان، السلطة التشريعية، الكل طالب بالخروج من هذا الاتفاق الذي أسماه حتى خالد اليماني وهو من وقع عليه بأنه كان اتفاق الخديعة. من الذي يقف عائقا من خروج الحكومة الشرعية من هذا الاتفاق؟ أخي العزيز، أنا في تقديري الشخصي أن الحكومة الشرعية تراعي الأشقاء في التحالف العربي لأنهم شركاءنا في هذه المعركة وشركاءنا في خندق الدفاع عن اليمن مهد العروبة، وشركاءنا أيضا في الدفاع عن نضالات الشعب اليمني التي يعتبروا أن اليمن جزء لا يتجزأ من أمرهم الخليجي. وما مصلحة التحالف العربي في البقاء في هذا الاتفاق؟ هناك التزامات أمام الدول الكبرى، التزامات أمام الأمم المتحدة، التزامات أمام مجلس الأمن، لكنني أعتقد أنه بثبات اليمنيين واصطفافهم وتمسكهم باستعادة دولتهم وجمهوريتهم وعاصمتهم واصطفافهم حول شرعيتهم سيستطيعوا أن يكونوا عاملا فاعلا في أن تسقط مثل هذه الاتفاقيات الظالمة في حق الشعب اليمني وفي حق نضاله في استعادة جمهوريته وإسقاط هذه الجماعة الإرهابية وميليشياتها القاتلة التي تدمر اليمن كل يوم. وأعتقد أنه لن يتجرأ المجتمع الدولي في أن يضحي بالشعب اليمني بكل مكوناته وفئاته وأحزابه وهيئاته ومنظماته وشرعيته في سبيل إرضاء هذه الجماعة التي يعلم هو مسبقا أنها لا تحمل إلا الموت وشعار لكن الموت. شيخ صلاح، يبقى المجتمع الدولي ليس جمعية خيرية لكي يفضل هذا على ذاك. المجتمع الدولي يبحث عن مصالحه، وربما نحن كيمنيين يفترض أننا نبحث أيضا عن مصالحنا. الحكومة الشرعية يجب أن ترى ما هي مصلحة الشعب اليمني وتقدمها، لا مصلحة المجتمع الدولي. ربما 3 سنوات أعتقد كافية، بل أنها ربما طويلة للغاية إن كانت الحكومة الشرعية، وهذا ما يطرحه البعض، ذهبت إلى هذا الاتفاق وخدعت فيه وما زالت مستمرة بتقصير، فإن ذلك ربما يوصف بأنه خيانة عظمى، لأن دماء اليمنيين تسفك يوميا في حين أن الحكومة الشرعية ما تزال تمثل حماية لميليشيات الحوثي بغطاء اسمه اتفاق ستوكهولم. وأنا هنا أتحدث بمنطق المصالح المشتركة، لم أتحدث بمنطق الجمعية الخيرية. أخي العزيز، كيف للمجتمع الدولي أن يقتنع أن مصلحته في جماعة إرهابية مثل الحوثيين التي لم تستطع حتى أن تحافظ على صفها الداخلي بينما تتآكل فيما بينها؟ ونرى كل يوم ونسمع ونقرأ عن قيادي من قياداتها يتم تصفيته أو اغتياله أو موته، ثم يعلنوا أنه هذا بكورونا وهذا بقصف طيران وهذا بكذا، والعالم كله يعلم جيدا أن هذه الجماعة تأكل بعضها بعضا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كيف للمجتمع الدولي أن يجد مصلحته في جماعة تحمل شعار الموت وترمي الدول المجاورة بالصواريخ والمقذوفات؟ كيف للمجتمع الدولي أن يجد مصلحته في جماعة يعلم جيدا أن الشعب اليمني ضاق بها ذرعا حتى أصبح اليمنيون حتى في داخل صنعاء وفي داخل المحافظات؟ ربما يرضى أستاذ صلاح، ربما يرضى بذلك إذا التزمت الميليشيات فقط بعدم إذا مصالح المجتمع الدولي. ونحن نرى أنه مثلا بعد حرب طويلة مع طالبان هو المجتمع والإدارة الأمريكية على رأس المجتمع الدولي تذهب إلى التعاقد والانسحاب من أفغانستان. سأعود إليك أستاذ صلاح، لكن دعني أعود إلى ضيفي الأستاذ مطهر لأنني تأخرت عليه كثيرا. أستاذ مطهر، سمعت إلى النقاش والطرح الذي يطرحه الأستاذ صلاح، تعليقك. طبعا أنا أشكر الأستاذ صلاح، وواضح جدا وصريح جدا في حواره. وأعتقد أن لو أتاحت الحكومة الشرعية
للنقابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأعطتها دورها الكامل في المناطق المحررة، ستكون رافد أساسي لعمل الحكومة الشرعية. يعني نحن لا نلوم الحكومة الشرعية بحد ذاتها، لكن نلوم الأخطاء، نلوم التقاعس، نلوم الهدوء الذي هم فيه. لا بد من إيجاد بدائل بجوار الحكومة الشرعية تستطيع أن تحافظ على الجمهورية وتحافظ على الوحدة وتحافظ على مقدرات الانتصارات وتحافظ أيضا على الصوت العالي أمام المجتمع الدولي وأمام المنظمات الدولية وأمام العالم. الحكومة الشرعية إن غابت حضرت المجتمع المدني، الحكومة الشرعية إن قصرت المجتمع المدني يساعدها ويكون في صفها. لكن للأسف الشديد حتى الأحزاب السياسية، المنظمات المجتمع المدني، النقابات الحزبية، النقابات المهنية، كلها يعني لا تعمل ولا في كل المحافظات. وبالتالي هناك قصور كبير جدا، سواء على المستوى المحلي الداخلي أو حتى على المستوى الدولي والعالمي. فهذه تعتبر جزء من الكارثة الذي نحن فيها، بالإضافة إلى الكارثة الحقيقية والسرطان الخبيث، هذه الميليشيات الحوثية. كيف نستطيع أن نواجه ميليشيا حوثية تنخر في الأخضر واليابس في الداخل، بالإضافة إلى أن نارها وسعيرها وصل إلى مناطق الجوار؟ يعني حتى عندما تحدثتم عن اتفاقية ستوكهولم، صحيح أن الدول العربية والدول الجوار يعني راعية مع الحكومة الشرعية في هذا الاتفاق ولها مصالح، لكن في الأخير أستاذ مطهر، فقط هذه النقطة بالضبط أنا لا أريد أن أتجاوزها. مصالح المجتمع اليمني، مصالح المواطن اليمني، مصالح اليمن يفترض أنها مقدمة على جميع المصالح. نعم، هذا ضرر وضرر ربما واسع، ما يحصل في الساحل الغربي يوميا، ونحن تابعنا فقط في البارحة الجريمة البشعة التي تعرض لها مجموعة من أبناء الحديدة، تم قصفهم واستهدافهم. أبناء الحديدة ما يزالون يدفعون الثمن غاليا في مناطق المواجهات هناك. أيضا 3 سنوات كان من الممكن أن تحرز تقدم هذه القوات، ومأرب في المقابل يتقاعس الحوثي عن إرضاء المجتمع الدولي ويصر على اقتحامها، فيما الحكومة الشرعية مصرة ومتمسكة بهذا الاتفاق. صحيح، هذه هي نقطة الخلاف التي ما بيننا وبين إبقاء هذا القرار إلى هذه اللحظة. نار الحوثي لم تعد فقط في الداخل، نار الحوثي أصبحت الخارج. إذن أين مصالح الدول العربية وقد أصبحت النيران إلى الدول العربية؟ يعني السعودية الآن لا يوجد يوم واحد إلا وهناك مقذوف حوثي باتجاه المملكة العربية السعودية. إذا على ماذا تبكي المملكة العربية السعودية ببقاء هذا الاتفاق؟ يعني بالمنطق، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، إطلاق أيادي القوات الحكومية الشرعية المقاومة لميليشيات الحوثي ستحد أصلاً من بقائها، وتحد من تفكيرها وإعادة لملمة صفوفها وإعادة يعني صناعة المفجرات وصواريخ. كما أن التجربة أيضاً أستاذ مطهر أثبتت بأن الحوثي لا يمكن أن يذهب ويدعن إلى سلام إلا عندما يكون في موقف الضعف، وهنا ربما لا عدل إلا أن تكافأت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. وهنا أعود إليك شيخ صلاح، أن نظل الشرعية الكل ربما يقول بأنها يجب أن تصحو من ما هي فيه، الخوف أن تصحو هذه أو أن يصحو أبناء اليمن ويجدوا أن اليمن قد تمزق وأصبح دويلات وأصبح هناك مشاريع وكنتونات صغيرة للغاية فوق هذا وذاك، ربما المجتمع الدولي يكون له رؤية وبعد آخر، ربما تكون هناك مؤامرة أصلا لتقسيم اليمن واليمنيين. لا يمكن على الإطلاق أن نلوم الراعي، أن نلوم الذئب، ما يلام هو الراعي، والراعي هنا يفترض أنها قيادة الشرعية التي المجتمع اليمني يجمع بأنها ما تزال تغط في سبات عميق عن كل هذه القضايا. أتفق معكم تماما، وأتفق مع ما طرحه الأستاذ العزيز الأستاذ مطهر، كلام دقيق جدا وموفق، وأقول أنه بالفعل. لكن يبقى علينا واجب كبير جدا، وهو أن نجمع صفنا الوطني وصفنا الجمهوري
لأن نكون كتلة واحدة وقوة واحدة لا يمكن أبدا أن تنهار أمام هذا العدوان الحوثي البربري الميليشاوي الإرهابي. حقيقة أن في صفنا الوطني وفي تلاحمنا قوة تسقط هذه الرهانات كلها. هذه القضية الأولى. القضية الثانية، كلما رفعت الحكومة الشرعية العصا في وجه المجتمع الدولي أننا سننسحب من اتفاقية ستوكهولم، ستكون هذه بداية حقيقية لأن يثق المجتمع الدولي أنه فعلا أمام حكومة شرعية وأمام شعب يمني يصطف مع هذه الحكومة الشرعية. لكن التنازلات، تلو التنازلات تجعل المجتمع الدولي يتجرأ أكثر في أن يمنح الحوثي امتيازات أخرى، وكما قلت قبل قليل في السؤال صفقات جديدة. هذه رسائلنا كلها نرسلها تقريبا شبه يوميا لرئاسة الجمهورية وللحكومة الشرعية ولإخواننا في هيئة رئاسة البرلمان، دائما نقول لهم اتفاق ستوكهولم اتفاق لم يعد له داعي، اتفاق سقط فعليا بأن يهاجم الحوثي مأرب بهذا الشكل وهي فيها أكثر من 2,000,000 نازح ويقصف مخيمات النازحين بالصواريخ، لم يعد لهذه الاتفاقية أي معنى. اعطوا القوات المتواجدة في الساحل الغربي الإذن بأن تقتحم الحديدة وتحررها من هذه الميليشيا، وبعد ذلك ستتحرر تعز بأكملها، وستتحرر الجوف، وستتحرر مأرب، ويلتقي اليمنيون جميعا بعاصمتهم، عاصمة الجمهورية اليمنية صنعاء. ليس هناك صعب، والميليشيا منهارة من الداخل، مستنزفة تماما ومنهكة. وأنا على ثقة أن مبالغتهم اليوم في أن المجتمع الدولي يعرض علينا ويعرض علينا ويعرض علينا، هذه كلها أوهام حقيقية يسوقها الحوثي لأتباعه لأنه فعلا محطم. لكن كما قال الأستاذ مطهر، مشكلتنا الحقيقية في صفنا الداخلي وفي قدرة حكومتنا الشرعية في التقاط مثل هذه الفرص وتفعيل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بأن تكون مساندة لها في بسط نفوذ الدولة وسيطرتها على المناطق المحررة. وأؤكد هنا أخيرا أخي العزيز، حتى صوت الانفصال في المناطق الجنوبية خفت. نحن على استمرار في التواصل وزيارات متكررة إلى محافظاتنا الشرقية، حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرة وغيرها من المحافظات الجنوبية، نجد أن المواطن هناك قد ارتفع سقف الوعي عنده عاليا، ولم يعد صوت الانفصال موجود، ولم تعد الرغبة والنزوة في استعادة الدولة الجنوبية والانفصال من اليمن موجودة. لماذا؟ لأنه عرف جيدا أن مصلحته الحقيقية مع هذا الشعب الكبير، مع هذا الوطن الكبير، لكن بشرط أن تكون هناك عدالة ويكون هناك شراكة حقيقية في إدارة السلطة والثروة التي نتحدث عنها في مخرجات الحوار الوطني الشامل. ويعلم جيدا أنه ما حدث الانقلاب وما يعني يسوق له الحوثي إلا من أجل استحواذ حقيقي على اليمن بأكمله، ليس فقط على الشمال كما كان يروج له البعض للأسف الشديد، وإنما على كل اليمن، بل كما قلت سيتجاوز الحدود إلى ما بعد اليمن. هذه كلها بفعل هذه الحرب وهذه المعركة وهذا الصمود الذي يسطره أبناء اليمن أحدثت هذه الثورة في الوعي لدى الشعب اليمني شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. لو أن الحكومة الشرعية والسلطة الشرعية تلتقط هذا الاصطفاف وتلتقط هذه الانتفاضة الحقيقية والوعي الحقيقي، واليوم تشاهد كيف المبادرات الشبابية التي تدعم صمود مأرب ونضال مأرب ومقاومة مأرب. ربما البعض يطرح شيخ صلاح، ربما البعض يطرح بأن الحكومة الشرعية بقياداتها إن لم تتحرك الآن فإنها شريكة لما سيحصل لليمن من تفتيت وتمزق ومشاريع وكنتونات صغيرة. ألا تتفق مع هذا الطرح؟ نعم، التاريخ يوثق، وهي فرصة حقيقة لليمنيين جميعا قد لا تتكرر في أن يكونوا صفا واحدا ويحسموا معركتهم مع هذه الميليشيا، ونستعيد دولتنا ونبنيها معا إن شاء الله. الشيخ صلاح باتيس عضو مجلس الشورى، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا موصول لضيفي الأستاذ مطهر الريدة، الإعلامي والكاتب السياسي، كنت ضيفي في هذه الحلقة من القاهرة. شكرا جزيلا لك أستاذ مطهر. شكرا جزيلا. دائما أبدا الشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام، ما تكونوا على حسن الإصغاء والمتابعة. غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.